اليوم يوم الجمعة على الساعة 19:47 دقيقة انطلقت مصالح الحماية المدنية عدة نداءات مفادها أن هناك حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 27 في النقطة الكيلومترية 27 في المكان المسمى واد وردك على حدود ولاية ميلا. الحادث يتمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة مع حافلة. فور سماع الخبر تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بالتنسيق مع السلطة الإدارية ومصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقل الموتى. العمل جاري حالياً في إطار التحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادث.